بمناسبة عيد الفطر السعيد، أعاده الله علينا وعلى سوريا بالخير والسلامة دائما، وعلى كل شعبنا وأهلنا بالأمن والأمان. نلاحظ يتزامن مع تزايد انتصارات الجيش العربي السوري على كافة الجبهات، هذا الجيش الذي سطر أروع ملاحم البطولة، فنرفع له أسمى آيات المحبة والولاء بمناسبة عيد الفطر السعيد، ونشد على أياديهم لنقول للعالم أجمع كل عام وشعبنا وجيشنا الباسل الذي حقق الانتصارات تكريسا في شهر رمضان بألف ألف خير. بحب بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعيد على كل أبناء الوطن الغالي سوريا وأبنائنا الغالين أيضا في بلاد المغترب والمهجر، وكل عام وأنتم خير بخير ووطننا الحبيب بخير. بمناسبة عيد الفطر السعيد نعيد جيشنا الباسل الجيش العربي السوري والرحمة لشهدائنا الأبرار. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، وبنعاد عليكم على سوريا بالخير وبالصحة والسلامة. أكيد بنعيد الجيش العربي السوري والقائد الوطن، منعيد الكادر الطبي. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، ومنعيد قائد سوريا والجيش العربي السوري والكادر الطبي. معايد اللي بتحق أكثر شيء لأرواح الشهداء، وإن شاء الله الله بيعافي الجرحى. معايد لقائد الوطن، لشعبنا العربي السوري بالكامل، وربي إن شاء الله يعيده على البلد بالخير واليمن والبركة. الله يعيده عليكم يا رب وعلى سوريا بخير. كل عام وأنتم بخير، و إن شاء الله سوريا بتضل بخير، وإن شاء الله هلق نتمنى النصر لجيشنا. بعيد الشعب السوري بقول له كل عام وانتم بخير، ونعاد عليكم بالصحة والسلامة يا رب. الله يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بخير وسلامة إن شاء الله.